صباح الخير عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقول لك ايه النهارده. وهنبدا مع برج الحمل. مهنيا استقرار في حياتك الفتره الجايه، كل اللي محتاجه انك تصبر حبه كمان. عاطفيا انت محتاج تجدد الاجواء بينك وبين حبيبك، لو اتاخرت اكتر من كده ده هياثر سلبيا على علاقتك. برج الثور. مهنيا بتدور النهارده على فرصه شغل جديده، وده بعد اللي تعرضت له مع زمايلك. عاطفيا يوم رائع مع حبيبك وبتفكروا جديا تبنوا اسره قريب. برج الجوزاء. مهنيا الشغل بيطلب منك تكمل كل اللي بدأته بكل شغف وما تفقدش حماسك. عاطفيا افتكر دايما اللي بتعمله هيترد لك، فخليك حريص انك ما تظلمش حد معاك عشان الامور ما تتقلبش عليك. برج السرطان. مهنيا الشغل ماشي بوتيره هاديه هتخليك تمل، بس افتكر ان كل حاجه هتبقى كويسه لو صبرت. عاطفيا الحب من الحاجات اللي هيخليك تاخد قرارات مهمه في حياتك. برج الاسد. مهنيا بيرشحك مديرك في الشغل النهارده انك تاخد جايزه ماليه كبيره، وده حاجه جديده في سجل اخلاصك. عاطفيا توتر في علاقتك انت وحبيبك، حاول تتجنبه النهارده. برج العذراء. مهنيا زمايلك مليانين طاقه ايجابيه، حاول تتخلص منها عشان ما تاثرش على ادائك في الشغل. عاطفيا قصص الحب الفاشله مش نهايه العالم، قابلك كتير عدوا بالتجارب دي، ابدا من جديد ممكن تلاقي حبك الحقيقي. برج الميزان. مهنيا عندك قدره كبيره تاخد قرارات صح في وقت قصير، بجانب انك بتعرف كويس تتعامل مع زمايلك ازاي. عاطفيا اياك والغرور في التعامل مع حبيبك علشان ما تخسروش بشكل نهائي، انت محتاج وجوده في حياتك. برج العقرب. مهنيا اهتم بالعلاقات الانسانيه في حياتك عشان تقلل من حده التوتر بينك وبين زمايلك في الشغل. عاطفيا محتاج تتواجه انت وحبيبك علشان ما تندمش بعد فوات الاوان. برج القوس. مهنيا افكار لمشاريع كتير في دماغك هتنجح كلها لو اهتميت بيها. عاطفيا شخص جديد دخل حياتك من فتره قصيره، وده تقريبا هيبقى حبك الاول والاخير. برج الجدي. مهنيا انت بتخطط لمستقبل جديد، والفرصه هتسمح لك تدخل في شغل جديد. عاطفيا علاقتك بحبيبك هتتحسن كتير الفتره الجايه. برج الدلو. مهنيا محتاج تاخد اجازه قصيره من الشغل عشان تقدر تستعيد فيها توازنك النفسي. عاطفيا تعاونك مع صحابك ومساعدتك ليهم هو اكبر دليل على معدنك الطيب وثقتك بنفسك اللي مستحيل تتهز. برج الحوت. مهنيا اختيار شغل جديد ده محتاج منك تخطيط وتفكير كويس علشان ما تضيعش خبراتك ووقتك. عاطفيا الحياه العاطفيه مزيج من الحقوق والواجبات، فما تطالبش بحقك وانت اصلا مقصر. وكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره وحلقه جديده مع حظك والابراج. Thank you.